يقال عن 30 يونيو 30/6 بتجمعنا وهي مظلة وطنية جمعتنا جميعاً، و 30/6 وما بعدها 3/7 انحياز القوات المسلحة للإرادة الشعبية، مشاعر وطنية فياضة عشناها بأعصابنا وعشناها بقلوبنا وبأحاسيسنا. كانت العائلة المصرية بتنزل وهي قلقانة لكن كمان عندها ثقة في إنها هتنتصر. مين ما يبقاش خايف على أطفاله؟ هذه المشاهد الساحرة اللي تجسد أعظم ثورة شعبية في التاريخ. ليه؟ لأنها جاءت ثورة عائلات مصرية، وجاءت لاستعادة وطن مخطوف، وجاءت في ظل وجود جماعة إرهابية بتحكم. قالوا عن 30 يونيو.